السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم فارس براشد بن سالم الحجري من سلطنة عمان، دكتور الفلسفة في الطب البديل. نحن في مدينة جي بي سي جلوبال بونيفاشيو سيتي بمانيلا عاصمة الفلبين. المنطقة جميلة جدا، منطقة تتمتع ببنايات حديثة والتخطيط عمراني حديث جدا، وكل الشخص الذي يزور الفلبين وبالتحديد مدينة مانيلا العاصمة مانيلا يعني نوصيه بأن يأتي لزيارة المنطقة بالتحديد في الليل، المناظر خلابة. هذه الحلقة التي نغطيها تتعلق بالتحديد عمليات التقدم بالسن والعلاج بالماء الساخن. التقدم بالسن هي عملية طبعا يوميا الإنسان يمر بعمليات الأكسدة، تأكسد في الخلايا. ما معنى التأكسد؟ التأكسد هو عندما يعني يوميا هناك ملايين من الأكسدة تحدث في داخل أجسامنا، ومنها بالتحديد ناتجة من التمثيل الغذائي، لأن عملية تكسر المواد الغذائية من خلال الأنزيمات وتبقى هناك نفايات. النفايات هذه هي ناتجة من التمثيل الغذائي تؤدي إلى التأكسد. واحد، ثانية البيئة، المواد الحافظة هي مواد كيماوية في الأطعمة لضمان بقاء الأطعمة لفترة طويلة، بس هذه مواد كيميائية طبعا مضرة. أشخاص الذين يستخدمون الأدوية الكيماوية من أجل العلاج والوقاية من الأمراض والآخرة، وكذلك الأشعة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة النقال، أجهزة الاتصالات الآخرة، كل هذه تمثل خطر على صحة الإنسان. لكن طبعا ما من داء إلا وله دواء إلا السام. إذا كان كل شيء يعني في علاج له، بالنسبة للتأكسد، هذه عمليات التأكسد التي تحدث يوميا، ماذا يحصل؟ طبعا أول شيء الإنسان البالغ مكون من 100 تريليون خلية، وكل يوم تنمو بين 50 إلى 70 مليار خلية، وتتساقط نفس العدد، أي يسمى بالإنجليزي apoptosis، أي بنفس العدد ما يعادل 50 إلى 70 مليار خلية. هذا بالنسبة للشخص البالغ، طبعا الأطفال أقل. طيب هذه العملية التي تسمى بدورة الخلايا cell cycle، عملية نمو خلايا جديدة وتساقط الخلايا، وهذه الخلايا الجديدة تحل محل الخلايا الميتة. هذه العملية يجب أن تتم بشكل فعال ومنسجم بحيث يبقى الحفاظ على صحة الإنسان، وكذلك منع لعمليات التقدم بالسن. ما هو مقصود عملية التقدم السني؟ عملية التقدم بالسن هي عملية طبعا الإصابة بسهولة الإصابة بأمراض وأمراض مستعصية وأمراض الشيخوخة وأيضا تجاعيد الجلد والآخرة. وبالتالي الدراسات التي عملوها علماء فيما يتعلق بالإنسان فيما يحدث في عملية التقدم بالسن، وجدوا بأن عدد الخلايا التي تموت تكون أكثر بكثير عن الخلايا التي تنمو. لذلك السرطان هي عملية نمو غير طبيعي للخلايا. اكتشف علماء من بينهم العالم الأمريكي من أصل هنغاري راحل، وهو في علم الأحياء بايوكيميست، الحائز على جائزة النوبل ومكتشف فيتامين جيم، ألبرت سنت جورجي. هذا العالم الذي عمل دراسات عميقة عن جسم الإنسان، والذي اكتشف بأن جسم الإنسان يحتوي على أحواض هيدروجينية، وبالتالي كذلك تحدث عن دورة الهيدروجين. ولذلك نحن في دراستنا توصلنا بأن الهيدروجين طبعا هو الذي هذا العالم اكتشف بأن مع تقدم في السن يحدث عملية فقدان الهيدروجين، أو يسمى هيدروجين ديبليشن أو فقدان الهيدروجين. طبعا خلال دراستنا وجدنا بأن أول شيء الهيدروجين حصل للإنسان عليه من خلال عملية تكوين الإنسان من داخل رحم الأم. بالتالي عند ولادة الإنسان الطفل لما يتولد يكون طبعا مكتمل
بأحواض هيدروجينية بصفة متكاملة، لكن في الحياة اليومية لا توجد وسيلة لتعويض كمية الهيدروجين المفقودة إلا بوسيلة واحدة، سبحان الله، العلاج بالماء الساخن أو الماء الساخن بالتحديد، ومن خلال بالتحديد طبعا الأسلوب الصحي لطريقة أو العلاجي لطريقة تناول الماء الساخن وفق البرنامج المحدد وفق الكمية المحددة. طبعا هناك برنامج خاص للأطفال وبرنامج لمراهقين وما فوق كبار السن والآخر، وحتى درجة الحرارة تختلف بين الأطفال والمراهقين وكبار السن. لذلك الهيدروجين تلعب دور كبير جدا في عملية تفادي الإصابة بأمراض الشيخوخة وتقدم السن والإصابة بالأمراض المستعصية وجميع الأمراض، أما بالأضرار الراديكالية الحرة. طب أول شيء خلي نتحدث ما هي الأضرار الراديكالية الحرة، كيف يحدث لما يحصل عملية تأكسد النسيج أو الخلايا؟ كما أسلفنا ذكر هذه الخلايا تفقد يعني توازنها، يعني بمعنى آخر الإنسان مكون البالغ مكون من 100 تريليون خلية، وبداخل الخلية الخلية الواحدة مكون من 100 تريليون ذرة، سبحان الله، أي 100 تريليون في 100 تريليون، وبداخل الذرة هناك طقم من البروتونات والإلكترونات، وال يعني وبالتالي هذه هذا الطقم طبعا اللي هو النيوترون بروتونز الكترونز النيوترون نوزل النيوترون هو العديم يعني، لكن غير فعال. فالعدد الزوجي من عدد متناسق من الالكترونات والبروتونات، طبعا سبيل مثال الاكسجين يحتوي على 16 الكترون وبروتون، اي بالتحديد 8 الكترون اللي هو السالب و8 بروتون اي الموجب، لذلك تكون زوجي، يكون داخل الخلية عدد زوجي من الالكترونات والبروتونات، وهذا تم ذكره في القرآن الكريم بكل شيء زوجين، لقد خلقنا كل شيء زوجين يعني زوجي. لكن ماذا يحدث عملية التأكسد؟ عملية التأكسد يؤدي الى الالكترون يفقد يعني يفقد يعني البروتون فيبقى وحده، لما يبقى وحده يكون يعني يتحول لشكل انفعالي وشكل مدمر، وبالتالي ينتقل الى في نفس داخل الخليه وينتقل لبعد يحصل على ان طقم زوجي من الالكترون والبروتون يدمر، ومن ثم تكون الخليه متكامله مدمره، ومن ثم تنتقل الى بقية الخلايا حتى تصبح تنتقل إلى بقية دعم بقية الخلايا حتى تصبح مدمرة. ولذلك كلما حدث مزيد من الأضرار الراديكالية الحرة كلما أصبح الإنسان ضعف الجهاز المناعي والإصابة بالأمراض وحتى الأمراض المستعصية. لذلك الجهاز المناعي هو الذي يحمينا من الإصابة بالأمراض، وطبعا كل عضو في أعضاء الجسم له وظيفة دقيقة جدا في عملية صيانة الجسم والعلاج والوقاية من الأمراض والأخرى. هذا هو كان فقط مختصر وكيف لدور الماء الساخن. طبعا دور الماء الساخن مهم جدا، بأن نحن خلال بحوثنا توصلنا بأن الماء الساخن الوسائل الصحية والعلاجية للماء الساخن هي التي تساعد الجسم الحفاظ على الهيدروجين والحد من فقدان الهيدروجين، وهي الوسيلة الوحيدة، لأن الماء يحتوي على ذرتي الهيدروجين وذرة الأكسجين H2O، ومع إضافة الطاقة يعني الطاقة على الماء بمعنى آخر الماء لما يكون ساخنا وبالتالي يحافظ على أحواض هيدروجينية في الجسم، وبهذه الدرجة يصبح الإنسان صحيا بالكامل وخاليا من الأمراض والحد من الإصابة من الأمراض والوقاية من الأمراض والعلاج من الأمراض عن الإصابة بأمراض. هذا هو مختصر عن فائدة الهيدروجين ودور الماء الساخن بالتحديد في توفير والحفاظ على الهيدروجين في داخل جسم الإنسان، وأيضا الحد من الإصابة بأضرار الراديكالية الحرة المسؤولة عن تقدم السن والإصابة بالأمراض. أخوكم فارس بن راشد بن سلمان الحجري
بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى التوفيق لكم جميعا ولأعزائكم ولكل من يستفيد من هذه النعمة الربانية العظيمة حول معجزة وعجائب العلاج بالماء الساخن، نفع لكم وللأمة البشرية. نرجو منكم تسجيل الاشتراك كما وارد أمامكم ولإعجاب القناة، وأيضا حتى تستطيعوا الحصول على كل جديد كلما نقوم بتنزيل حلقة جديدة من حلقات في مشاهد قناتنا اليوتيوب مع هذه النعمة الربانية. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.